20,000 معلم لمدة سنة، ده من موارد الوزارة، من موارد الوزارة، من موارد الوزارة، من موارد الوزارة. 1.6 مليار، 1.6 مليار، 1.6 مليار. لو كان معانا أكتر كنا عينا أعداد أكتر. احنا فتحنا مش باب التعيين ل 120,000، احنا العجز عندنا بعد الحسابات وبعد قواعد بيانات 320,000 معلم، 320,000 معلم، 320,000. وفرت الوزاره من مواردها الذاتيه ما يكافئ هذا الرقم. يعني وفرت الموارد الماليه اللي تسمح بتعيين هذا الرقم من خارج الموازنه العامه، من خارج الموازنه العامه، من خارج الموازنه. مش عارف المدرسه عجز في انه ماده في انه فرع بالظبط. احنا عرفنا العجز دلوقتي بالحصه على مستوى الحصه، مش عارف المدرسه عجز في انه ماده في انه فرع بالظبط، انه ماده في انه فرع بالظبط. ويتعينوا ويتوظفوا عندنا. محمد بيه مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ احمد، حضرتك قرارات جريئه النهارده. نقدر الاول نتكلم على ال 120,000، احنا طالبين ايه وظائف في وزاره التربيه والتعليم؟ بص استاذ احمد، هو النهارده كان في مؤتمر صحفي في الوزاره لسياده الوزير، ويمكن اتكلم فيه على اربع موضوعات. الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي ده الموضوع الثالث، اللي هو اطلاق اكبر بوابه عربيه لتاهيل الراغبين في العمل مدارس الحكوميه والخاصه. وهنا بس انا حابب اكد على الخاصه كمان، ما بطلقش الحكومه بس، خاصه انت عارف المدارس الخاصه كمان للاسف ساعات بيستعينوا ببعض الاشخاص، ممكن ما يكونش معلم ولا تربوي ولا مؤهل. فاحنا النهارده بننظم كمان سوق المدارس الخاصه، اللي هم اتفضلوا دي الناس المؤهله، اختاروا منهم اللي انتوا عاوزينه، احنا مش هنفرض عليكم، مش هنفرض عليكم حد، ولكن اختار من الناس المؤهله. لان مستقبل ولادنا وتعليمهم مش ما ينفعش يتلعب بيه. يعني ده خطر شديد جدا. صحيح. فالبوابه اللي اطلقناها النهارده وهتشتغل يوم الاربعاء القادم ان شاء الله الساعه 12 الظهر، دي تعتبر اكبر بوابه احنا يعني نوع عربيه، بس هي ان شاء الله هتوصل للعالميه قريب، لان مفيش حد متخصص في التوظيف، توظيف المعلمين. دايما البوابات الخاصه بالتوظيف يكون فيها معلم ومهندس ودكتور كده. فدي اكبر بوابه بقى متخصصه في التعليم في المعلمين، فعشان كده دي يمكن فريده من نوعها، مش موجوده على مستوى الوطن العربي ولا حتى العالم كمان. نعم. البوابه دي احنا عاملينها عشان اللي عنده الرغبه ان هو يشتغل في الحكومه او يشتغل في المدارس الحكوميه او الخاصه ومؤهل يقدم عليها. هي فيها مراحل كتير واشتراطات كتيره جدا. في نهايتها احنا بنطمن ان الشخص ده فعلا مؤهل. وبنبدا بقى زي الحصاله، زي بالظبط الامتحانات الالكترونيه، عشان اعمل امتحان لازم يكون عندي اسئله، لازم يكون عندي بنك اسئله.
انا عشان اعمل توظيف لازم يكون عندي بيانات، لازم يكون عندي معلمين مؤهلين اختار منهم الاصلح الاكفأ الامهر ان انا اوظفه في المدارس بتاعتي. فاحنا عندنا بعد دراسه مستفيضه وتحديث البيانات اكثر من مره وصلنا تقريبا العجز النهارده 620,000، النهارده 620,000 في المدارس الحكوميه بيستلم العمل فورا. ده ممكن يكون بعد 10 ايام من النهارده بالمناسبه، يشتغل بعد 10 ايام لو مؤهلاته وشهاداته اللي احنا هنراجعها امنيا ورقابيا ومهاريا من خلال هذه البوابه اللي ما فيش فيها تدخل بشري بالمناسبه، ويمكن دي اول بوابه. يعني التقديم الالكتروني بشكل 100% بحث والاداره البيانات بشكل الكتروني كمان، يعني ما فيش فيها تدخل بشري، يعني نقدر نقول في شفافيه، ما فيش واسطه خالص نهائيا، احنا ما نعرفش مين المتقدم. فهو الكمبيوتر هو اللي بيختاره في هنا ذكاء اصطناعي، احنا بنيين بوابه ذكاء اصطناعي بحث عشان احنا بنتكلم هنا بقى على التحول الرقمي الحقيقي بقى اللي احنا الدوله كلها بتسعى له، احنا مطبقينه في الاجراءات دي. ايه الشروط؟ البوابه اعلنا عن شروط خاصه بالمستندات طبعا المطلوبه، عضويه النقابه لازم تكون موجوده وده يمكن جديده، عضويه النقابه لازم تكون موجوده وده يمكن جديده. احنا بقول لحضرتك احنا محتاجين ارقام كبيره جدا وفق امكانياتنا الحاليه هنستعيد ب 120,000، ولكن التعيينات هنا كمان بقى ما بقتش موسميه شهريه، حلو بيتدرب عليه. حضرتك بتقول لي ال 120,000 دول ممكن يكونوا بيشتغلوا بعد 10 ايام من دلوقتي، هيكلفونا قد ايه او هيكلفوا الوزاره قد ايه فلوس؟ 1,600,000,000 جنيه ل 120,000 بس. 1,600,000,000 جنيه وبالمناسبه ده خارج مؤسسة الدوله. 1,600,000,000 جنيه وبالمناسبه ده خارج مؤسسة الدوله. الوزاره اجتهدت خلال الشهور اللي فاتت ونمت مواردها وجمعنا مبلغ، احنا كنا مخططين نضيف المبلغ ده في حوافز المدرسين المتميزين، ولكن عشان الظروف الحاليه والمشكله اللي موجوده على الارض فمضطرين ان احنا ناجل ده شويه ونحول الفلوس دي لهذا المشروع عشان المدرسه ما يبقاش فيها جبتوا منين فلوس المليار؟ موارد يا فندم، ده حولنا الوزاره لوزاره انتاجيه. النهارده بقول لحضرتك احنا عندنا اتفاقيه كتيره جدا من اساس من دلوقتي اصولنا عشان نجيب الفلوس دي. عملنا قرارات تنظيميه كتيره جدا الفتره اللي فاتت وفرت على الدوله كتير وجابت لنا عوائد كمان. نتكلم على المعلمين، ليه في مشكله في المعلمين؟ هم كام معلم؟ المهندس لازم ابتدي من الاول، في 1,300,000 معلم وفي كام طالب؟ 22 مليون، نقسم الرقمين على بعض يطلع مدرس لكل 17 طالب، كده مفيش عجز معلمين صح؟ ما في عجز على الارض اهو، ليه؟ سوء التوزيع. سوء التوزيع جه منين؟ مننا. هو المعيار كام المدرس لكل كام طالب يا معالي الوزير؟ لا يعني في معيار الدولي كام؟ نعم معيار الدولي كام؟ هو 1 لـ 15، 1 لـ 20، ده هايل. يبقى احنا كده في المتوسط الطبيعي من حيث الارقام. لكن التوزيع انت عندك درجات ماليه موفراها وزاره الماليه والتنظيم الاداره للعدد ده، وقافلين في الحكومه التعيينات صح؟ مش في التعليم بس، كل اذا كل الناس عارفه انك ما عندكش وظائف ثابته جديده بس في سوء توزيع. طيب احنا متعودين في مصر تاريخيا اي مشكله ولا واحد فينا مسؤول عنها، الحكومه والوزير. انا برد بقى بقول لا يا حبيبي المشكله دي مشكلتكم كلكم، ما تبصش على الحكومه بس. يعني وزاره الداخليه بتنظم المرور، مين اللي بيكسر القواعد؟ الشعب كله. خلاص ما تشاورش بقى كل مره على الوزير، تشاور على نفسك مره، طلع المرايه، انت اللي واقف الممنوع وانت اللي كسرت الاشاره وانت اللي مش ماشي في الطريق صح. معلش كل واحد يتحمل مسؤوليته. عجز المعلمين جاي منين؟ نص المعلمين عاوز يشتغل شغلانات اداريه عشان ياخد مكافئات وما يشتغلش في التعليم. وبيجيب امه لا اله الا الله وسايط عشان يعمل كده. صح؟ الديناميكيه دي
على السنين دي، واللي عاوز يسكن جنب أهله واللي مش عاوز يسكن في جنوب سيناء، عملت النت اللي انت شايفه. عيننا في مسابقه، انا جيت الوزاره كان في مسابقه عملها الدكتور محمود ابو النص اسمها 30,000 معادله، حتى اتعامل مع مشاكلها اول سنه. كل ده طب انا لسه عاوز معلمين اعمل ايه؟ ما عنديش فلوس، وزير الماليه مش ناوي يدينا فلوس ولا درجات ولا اي حاجه خالص، والناس بتقول لك حل بقى العجز. دلوقتي احنا بنحاول نجيب عدد اكبر. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل بوابه ثابته، اللي يجد في نفسه ورقه كامل وبتاع انه يقدر يدرس يقدم، زي لينكد ان، زي الحاجات دي، بتحب التعين في اي حته فيها. اللي عاوز اما نحتاج معلمين هنبص فيها وناخد نديها للمحافظين، نقول له بص دول ورقهم كامل، عليهم موافقات امنيه، مؤهلين، لما تحتاج مدرس كيمياء ادي الناس اللي عندك اهو في محافظتك اختار منهم. بس ما بتوعدوش بالتعيين، بتقول له حط اسمك هنا لما يبقى معانا فلوس ومحتاجين هناخد منك. في ناس فهمت كده وناس ما فهمتش كده، بيتقالوا انه انت خلاص عندك 120,000 بوزيشن ناوي تملاه. لا، ومع ذلك جينا بعد كده وزارة المالية، يا جماعة احنا عاوزين فلوس عنده، لا والله ما عندناش. طب هنعين في الاخر، طب هنعين بالحصة، فلي كل مديرية تعمل، انت مالكش فلوس، لو انت جيت مكاني وترك حلها لت مش هتعرف يعني، ولا لو انا عاوز استسهل اقول لك مفيش فلوس اجيب منين، ما تقدرش تقول لي ولا كلمه.